وزير جبران باسيل تنتهي عندي، عبارة لم تمضي بسلام في حلقة أنا هيك مع الزميل نيشان التي استضافت رئيس تحرير الديار المستقيل شارل أيوب. ولأن شارل أيوب هيك فقد كشف خلال الحلقة عن تعهد قال إن القاضية غاد عون أجبرته على توقيعه لدى كاتب العهد في أثناء محاكمته. خدتني على جنب بدعوى سيزار أبو خليل، فتحت واتساب، قامت عن مكتبها وقالت لي إذا تفضل تحكي معي والمحامين قاعدين. ريت الواتساب وأنا مرة عم بطلبها للرئيسي غادة عون، قالت لي أنا بأمريكا وفيتي على الكنيسة، فطالما هي مؤمنة بيني وبينها الإنجيل، اللي عم قوله هلأ فيها هي تدعي وتتصرف. قرتني واتساب اعتذار من التيار ومن الوزير، رفضته، قررت توقفني. وهيدا بدل على انه العدل بلبنان 60% غير مسيس. اعتذار من التيار شو مكتوب بالاعتذار؟ كان مكتوب على الواتساب. فما فايده انه لازم يعني ما معقوله ما تيجي بورقه قانونيه ومطالعه وشي مكتوب. بعدين كانت تقول لي حلها مع الوزير جبران باسيل بتنحل عندي. اف اف هي قالت لك هيك الرئيسة؟ نعم نعم. قالت لك حلها مع جبران باسيل؟ نعم. تنحل قصتك؟ نعم. هيدا دليل شو؟ تسييس القضاء. وقد نفت القاضية غادة عون وجود هذا التعهد. من غير الصحيح بتاتا أني عرضت على السيد أيوب أي رسالة على الواتس أب من الوزير باسيل أو من غيره. هذا النفي دفع أيوب إلى إبراز مستند قال إنه عبارة عن وثيقة سرية جرى تسجيلها لدى كاتب العدل، وهي الأولى منذ تاريخ الاستقلال حتى اليوم، حيث يجبر القضاء صحفيا برتبة رئيس تحرير على توقيع تعهد وتسجيله بدل التحقيق في القضية تدريجيا عبر استدعاء المدير المسؤول ومدير التحرير قبل الوصول إلى مرحلة رئيس التحرير. ورأى أيوب أن هذا التعهد ينفي كلام القاضي عون لأن اسم الوزير جبران باسيل ورد ضمنا على عكس ما تنفي عون، وعلى الرغم من ذلك فأن الدعوة بقيت مفتوحة ولم تبت. ويؤكد أيوب أنه مستمر في هذه القضية كي لا تتمادى عون في افتراءاتها على حد تعبيره.